السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي تقدر تجيب عدد لا نهائي من المحاولات في لعبة كاندي كراش؟ لو عدد المحاولات اللي معاك اللي هما الخمس محاولات خلصوا اللي هما موجودين في لعبة كاندي كراش، بتيجي تفتح اللعبة بعد كده بيظهر لك بالشكل ده. فاضل 16 دقيقة على ما ينزل لك أول محاولة واحدة بس. الطريقة بمنتهى البساطة إن إحنا قبل كده هنكون رابطين عاملين ربط بين اللعبة وبين الفيسبوك عندك، بين أكونت فيسبوك وبين اللعبة. تعمل كونكت اللعبة على الفيسبوك بتاعك، بتجيب تطبيق اللعبة نفسه، تفتح اللعبة من الإعدادات من جوه، وبعد كده هتفتح التخزين وهتعمل مسح الداتا كلها بالكامل، اللي هو الخيار ده مسح البيانات. مسح البيانات موافق، بس بعد كده بتطلع بره خالص وترجع تفتح اللعبة تاني. هتفتح معاك اللعبة كأنك لسه منزلها. بعد كده هتفتح اللعبة عادي، هتلاقي ان انت رجعت لنفس المستوى اللي كنت واقف عليه، اللي كنت خلصت كل المحاولات واقف عنده. ترجع معاك اللعبة بالشكل ده كده، ومعاك المحاولات معاك فل.